قال تقرير صادر عن المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة، قال إن الموقع الإلكتروني لمؤسسة اليوم السابع احتل صدارة المواقع الإخبارية الأكثر تداولا وزيارة في مصر، حيث احتل المركز 17 على مستوى العالم مسجلا 106 ملايين زائر في شهر يوليو 2017. وقال الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة، قال إن التقرير ناتج عن تقارير صادرة عن مواقع عالمية متخصصة في قياس معدلات زيارات المواقع والمشاهدات، وأورد موقع سميلر ويب المتخصص في رصد وتحليل أداء المواقع الإلكترونية ومعدلات الزيارات والمشاهدات، قال إنه في قائمة أكثر المواقع الخاصة بالميديا والأخبار عالميا تصدر اليوم السابع المواقع الإخبارية في المنطقة العربية. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الأستاذ أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. أستاذ أكرم، يعني بالتأكيد بنهنئ حضراتكم على هذا الإنجاز والإحصائية الأخيرة لعدد المشاهدات لليوم السابع وأيضا المتابعات. وسؤالي يعني ما المختلف في اليوم السابع من خلال خطة وإدارة هذه المؤسسة، مؤسسة اليوم السابع؟ هو الحقيقة يعني احنا اليوم السابع طبعا منذ 2000 من اواخر 2007 و2008 اما بدأ كموقع الكتروني، اولا طبعا يعني له رياد في موقع اخباري في النشر وفي الحقيقة انه منذ اللحظة الاولى احنا بنتعامل انه القارئ له حق دائم في كل في انه يعرف كل الاخبار على مستوى مصر، على مستوى العالم، على مستوى المحافظات، كل حد بيشوف نفسه. ده جزء مهم جدا من المنظومه ومن الشغل. الامر الاهم هو الحقيقه انه التقرير ده يعني اليوم السابع صحيح كان متصدر في مصر منذ يعني الرياده والاستمرار. الاستمراريه طبعا مهمه جدا، احساس طول الوقت بتلبي حاجه القارئ. يعني حتى احنا خدنا فوربس كذا سنة تعاملنا مع الموضوع بانه مش مجرد ان احنا بناخد جايزة او كده، لا احنا القارئ محتاج ايه وبيشوف ايه وبيتعامل ازاي. فالحقيقة انه ده جزء مهم جدا من منظومة العمل عندنا منذ البداية. فالخبر ده مش بس يخص اليوم السابع، الحقيقة ويخص يعني هو خبر مهم انه يخص الاعلام المصري ويخص مصر كمان، انه ده حدث يعتبر جزء من حدث عالمي، لانه مش بس احنا الاول في مصر او المنطقه العربيه طوال الوقت، لا كمان ان احنا بجانب الصحف الكبرى نيويورك تايمز، واشنطن بوست، ليمون فرنسا، الجارديان، مثل هذه التفاصيل محتاجه طول الوقت تجديد تطوير. مش بنقعد ونقول لا احنا بقينا الاول خلاص. فالحقيقه انه فكره ان احنا ننشر يعني الخبر مش بس السرعه كمان كفاءته، في جزء طبعا المصداقيه، في جزء القارئ لازم يبقى متعامل مع مصداقيه العمل وكده. اشكرك شكرا جزيلا استاذ اكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، ومره ثانيه بنهني حضراتكم على هذا الانجاز. 16 مليون زائر لموقع اليوم السابع، 106 ملايين زائر لموقع اليوم السابع، ايضا احتل المركز 17 بين المواقع الالكترونيه المتخصصه في الاخبار.